الودية الثانية والأخيرة للمنتخب السعودي في معسكر مدينة نيوكاسل الإنجليزية ضمن التحضيرات الإعدادية لكأس آسيا 2023 في قطر. الأخضر السعودي واجه كوريا الجنوبية على ملعب سانت جيمسيس بارك. أجواء ما قبل المباراة مع مفدنا النشيط جدا سلام المناصير واللقاء مع مديان رضوى. كيف المعنويات اليوم؟ المعنويات جدا عالية، صح أن خسرنا في أول مباراة لكن هذا بإذن الله راح يكون حافز لنا في المباراة الحالية. ومعك أخوك صح؟ صح صحيح صحيح. أنا جاي من السعودية عشان المباراة. جاي من السعودية عشان المباراة وإن شاء الله اليوم الفوز للمنتخب بإذن الله، قلوبنا خضراء بإذن الله اليوم. إن شاء الله المعنويات عالية، إن شاء الله 3-0 للسعودية. أوف بس معهم شون؟ بس معانا سالم وورا في البلاهي وحسان، الأمور طيبة ما عليك. معنويات عالية. ها؟ جدا جدا، الفوز إن شاء الله اليوم أخضر. أكيد للصقور الخضر، ما فيها كلام بإذن الله. جاي من جولوي في أيرلندا. قطعنا من جولوي لدوبلن 3 ساعات بالباص وبعدها ساعة بالطيارة إلى نيوكاسل في سبيل مساندة الأخضر، ومعاك يا الأخضر وفالنا الفوز إن شاء الله. معنويات جدا مرتفع اليوم. عتم شون؟ سون موجود في جيب البلاهي. من وين؟ كويت. مع السعودية؟ مع السعودية، جايين واقفين مع المنتخب السعودي. السعودية مثلنا اليوم جميعا؟ أكيد مثل الخليج كامل. توقعاتك؟ توقع 3-2 للسعودية. كيف المعنويات؟ والله المعنويات مرتفعة، إن شاء الله الفوز لنا بإذن الله، إن شاء الله راح نفوز إن شاء الله. كم؟ بما تعرف أنه مواجهة المنتخب السعودي الكوري مواجهة قديمة حتى في قارة آسيا، أتوقع إن شاء الله نقول إن شاء الله بإذن الله فوز 3-1 إن شاء الله. نقول إن شاء الله توقع 2-1. وبالنسبة للاعبين شدوا حيلكم، جايين من جميع أنحاء بريطانيا عشان نشجعكم، ونبي أخضر المونديال ونبي أخضر أفضل من كل مرة نشوفها إن شاء الله. حي السعودي، حي السعودي. يمكن 3 هجمات بس، وسالم قدام المرمى يضيع بداية المباراة، لو أنه جابه خلاص حسمنا المباراة. والدفاع كويس والله الدفاع، بس إنه ما في تركيز. هو أول شيء ما شاء الله على الشباب كلهم ما قصروا على الميدان، ولكن في بعض الأخطاء الفردية اللي قد سببت في خسارة المنتخب زي ما المدافع والهجوم، ولكن مع الوقت إن شاء الله يعدلون النتائج يا رب والأخطاء الفنية. اللي أشوف إحنا المنتخب ناقصه لاعب رقم 9 في السعودية، أن ما قصر عبد الله الحمدان ولا قصر أخونا فراس البريكان، لكن نحتاج إن شاء الله أحد نفس مستوى سالم الدوسري، نفس مستوى البليهي، نفس مستوى كنو في نفس المكان في الهجوم. شو رأيك بالعويس اليوم؟ ما قصر، أسد. والعويس هذا بدع، هذا نجم المباراة العويس، ما في أفضل منه في المباراة أبدا. ما شاء الله تبارك الله على المنتخب، دائما رافعين راسنا سواء كان فوز او خساره، واحنا اقل واجب نسويه ان احنا ندعمهم ان شاء الله في جميع المباريات سواء هنا او في السعوديه. الحبيبه سلام المناصير، تحياتي سلام. مساء الخير ابو كرم، تحياتي لك ولكل المشاهدين. اعطينا شو شايف، لسه العالم طالعه يعني من المباراه ولا شو الموضوع؟ ولا هذول الناس عم بيتمشوا وراك؟ لا احنا الان يعني في سنتر المدينه، المباراه خلصت يعني الكل راح البيت الان، بس الجماعه يتمشون الان. طيب جوله مسائيه، انت مو تسوي جوله صباحيه، هم يسوون جوله مسائيه. طيب شو ردود الفعل ابو كرم؟ طبعا ردود الفعل يعني اكو نقطه في غايه الاهميه، مانشيني للمباراه الثانيه كانوا يعبر عن استياءه وانزعاجه، يعني مساله البطء بالتحرك ايضا كان يشكو حتى بصوت عالي، مساله السكند بول الكره الثانيه التي كان يفقدها المنتخب السعودي، كان دائما يطالب بالانتقال السريع بالكره، ولهذا كان يعني منزعج تماما مانشيني، وحاول كثيرا بان يتحدث حتى الى مساعديه، ولكن طبعا الجمهور السعودي اتفق مع مانشيني عندما قال بعد المباراة في تصريح خاص لنا بأنه يحتاج إلى مزيد من الوقت، قال أنا لم أدرب إلا فقط 5 وحدات تدريبية. سلام، ما ستحتاج مزيدا من الوقت أبو كرم. سلام، بينما سلام بدنا نعرض اللقاء، فإذا بدك تحكي لنا إياه بلا ما نعرضه، صح ولا لا؟
لا هو تأكيدا جوابا حتى الجماهير عندما قالت بأن المدرب ما زال يحتاج إلى الوقت. بالفعل المدرب يحتاج الوقت. أكون نقطة في غاية الأهمية أبو كرم، تحدثت إلى صحفي من كوريا الجنوبية عندما سألتهم كان اليوم تفوق واضح للمنتخب الكوري الجنوبي، قالوا نحن لن ننخدع بهذا المستوى اليوم الظهر على المنتخب السعودي، تعودنا على المنتخب السعودي في النهائيات وفي المناسبات الرسمية يظهر بطريقة مختلفة تماما، ولهذا نحن نعرف جيدا بأن مانشيني مدرب ابتدأ المشوار مؤخرا، ولهذا سنجد المنتخب السعودي بشكل مغاير. قالوا نحن حتى في رسائلنا الإعلامية الآن سنقول لا تنخدعوا بالمنتخب السعودي، سيظهر في كأس آسيا بصورة مختلفة تماما. عموما قديش حالة الرضا عن المعسكر، مش عن النتيجتين، عن المعسكر، وانت موجود بالمعسكر من 10 أيام معهم؟ حالة الرضا أبو كرم يعني ممكن 9 إلى 10 يعني بصراحة. الكل يقول هذا المعسكر كان مهم جدا للمنتخب السعودي، حتى خوض المباراتين الأولى مع كوستاريكا في منتخب هو من أمريكا الشمالية، وكذلك عندما نتحدث عن منتخب آسيوي منتخب مرشح أيضا لانتزاع كأس آسيا. الآن الصورة بدأت واضحة لمانشيني، حتى الجماهير تقول لابد لهذا المدرب أن يأخذ المساحة ويأخذ الوقت الكامل بشرط بأن يتابع الدوري السعودي وأن ينتقل أسماء بعيدا عن صفة هذه الأسماء. رددوا هذه الكلمة كثيرا، هناك بعض اللاعبين يقولون يستحقون وفقا لعطائهم ليس في فرق التوب 4، ولكن هناك أيضا لاعبين مهمين وهم يعولون على مانشيني بأن يستدعي الأبرز في المرحلة المقبلة. أكيد مانشيني يعني ما جاي مش لأضواء، جاي حيشوف المباريات وشفنا كان متواجد. شكرا لك.